أنت قلت أن دولة القانون واقف على ثوابته ورأيه، ولكن ألا تعتقدون أنتم في دولة القانون أن الإطار التنسيقي بالإجمال قد يعني يتزحزح عن موقفه، قد تعاد صياغة شكل هذا الإطار وتحالفاته؟ ألا يقلقكم هذا الأمر؟ كانت الظروف السابقة قبل هذه الفترة أحلك وأصعب من هذه الفترة، كانت المغريات أيضا أكبر. الآن دولة القانون هو الأكبر رسميا وشرعيا في مجلس النواب العراقي، ولن يتزحزح ولن يتفكك، وكان الرهان على ما تفضل به جنابك الفاضل هو تفكك الإطار التنسيقي. نحن نعتقد جازمين موقف الإطار ثابت لا يتزحزح ضمن الثوابت وتحت سقف الدستور، وهو يلتزم بكل المعايير الأخلاقية والمعايير الشرعية والمعايير القانونية لكل أبناء الشعب العراقي، وأيضا العلاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية، ونحترم جميع الآراء التي تطرح من كل الفرقاء بما فيهم التيار الصدري. الاختلاف نحن نريد تحت سقف الدستور وضمن الأطر القانونية. نعم، من يرتئي ويعتقد بإعادة الانتخابات فائدة، نعم يكون ضمن الأطر الوطنية. نحن لدينا شركاء، الوطن والبلد ليست ملك لجهة معينة.